الناس جايين خسروا لنا الطريق، دوال المغارة خسروا لنا الطريق. حفروه وخلوه القادوس ما كاملش، الدري ديال المدرسة كيجيو ما كيلقاو فين يدوزو، كيجيو بالبيكارات هاد الايامات خلاو كاع البيكارات ما داوهمش، صحاب المواطر ما كاين حتى واحد منين يدوز، صحاب الخدمة ما كاين كيمشيو على رجليهم. كنطلبوا من المسؤولين اللي مكفلين بالقادوس يكملوا خدمتهم. إذا ما مشيتي على رجليك من هنا لبيكرا ما كاينش اللي يديك. السلام عليكم. هاد الناس جايين خسروا لنا الطريق، دوال المغارة خسروا لنا الطريق، جايين صحاب التصفيات ديال الماء حفروا طريق، طريق اللي فيه عامره بالرمله، وزادوا هذوك حفروه ما ردوه، ما صوبوه، ما خلوه، حفروه وخلوه القادوس ما كاملش، الدري ديال المدرسه كيجيو ما كيلقاو فين يدوزو، كيجيو بالبيكارات هاد الايامات خلاو كاع البيكارات ما داوهمش، صحاب المواطر ما كاين حتى واحد منين يدوز، صحاب الخدمه ما كاين كيمشيو على رجليهم. الترانسبور مهم مقطوع علينا ما كايناش، كان هاد الطريق خاسر، وزادوا هادو فاش حفروه خسروه ثاني اكثر. المهم الطريق خاسر عندنا، عندنا 900 متر ديال الطريق خاسره، خاسره ما فيها ما يتشاف. حنا دروك بحال الا كاين في الجزيره، إلا ما مشيتي على رجليك من هنا لبيكرا ما كاينش اللي يديك، كتقول بون ترانسبور من هنا لبيكرا كاينه غير 900 متر، كيقول لك اودي انا ما غاديش. المهم المشكل ديال الطريق اللي عندنا دروك حنا عليا، مسلكة أي شي حاجة خفيفة ماشي، المهم فاش جاو هادو خسروها وخلوها، ما كملوها حفروها وخلوها، ما كملوها لا قادوس ما داروا حتى حاجة، خسروها زادوا داك الشيء راك مشطور، معرّوا الأرض مايا صافي وخلوها، قال لهم ودي الطريق، قال لك راه غادي يجوا غير ما شفنا حتى واحد، السيمانة هادي ما كاين حتى واحد، الدراري ديال المدرسه كيمشيو على رجليهم، وصحاب الخدمه كيمشيو على رجليهم، كانوا كيمشيو بالبيكارات، دروك راه ما كاين لا بيكاره لا والو، كتمشي على رجليك. صحاب الترانسبور ما بقاش كيجيو لا للخدمه لا للسوق، حتى واحد، غادي الناس غير على رجليهم. الخضره ما مول الخضره كيجي كان كيجي حتى لهنا، وصحاب المسائل كيجيو حتى لهنا، ما كاين حتى واحد دروك، ما كاين حتى واحد. كيمشيو من الى خصك شي حاجه خصك تمشي بها لبكرا، مشي على رجليك. النداء ديالنا كنطلبوا من المسؤولين اللي مكفلين بالقادوس يكملوا خدمتهم، عاد لينا الطريق يصيبوها لينا حنا، ولي القادوس راه مازال ما كملوهاش، راه حفروها حتى النص وخلوها، راكم كتشوفوها راه القادوس راهو فين ما مقعد، حتى واحد ما صايبو، صافي هادشي اللي كاين. مع الطريق اللي بغينا نمشيو لبكرا ما كاينش اللي يدينا، بغينا نتقداو اخويا ما كاينش اللي غايجيب، الا تمشي تقدا ما كاينش اللي غايجيبك هنا. والو تا لا تقول اديني البلاصه الفلانيه، تيقول لك لا ما غاديش ندخل، لا مشيتي للشانتي الجمر جابك بتقديتك حتى لهنا على رجليك. كان مول الموتور كنجيبوه ب 30 درهم، ولينا كنجيبوه ب 60 درهم. ب 60 درهم باش غايجي لك، واش يجيبك ولا ما يجيبكش. كنطالبوا منه يصيبوا لنا الطريق. بعد حنا في دوار المغاره هاد الساعه راه مقهورين، ما عندناش طريق. حنا شحال من عام هذا وحنا كنعانيو على الطريق ما عندناش، دابا كملات، جا صحاب التصفيه كملوا لينا اللي خاص، حفروا الطريق وخلوها الدراري اللي كيديو البيكارات الكوليج ولاو كيمشيو على رجليهم. حنا كاع درنا كاع النقل، كنديو الدراري طال دوار زيان، ودوار زيان راه ما عندناش ليه الطريق، حنا كندوزو غير في بلاد عباد الله. دابا هاد الناس كنا تابعين البلديه، ردونا لتينهمو، ردونا تينهمو، ولادنا كيمشيو لتينهمو يقراو فيها، وفي نفس الوقت ما عندناش طريق. تندوزو دابا في بلاد عباد الله فاش كندوزو؟ عندنا طريق التوامه كانت فيها الرمله ما مصايباش، وفيها الكريساج، وفيها كلشي، ولادنا في خطر. دابا كملات، جاو صحاب التصفيه حفروها وخلاوها. المهم جا عندنا القايد هذا الصباح، عطانا وعد، كنتمناو يكمل به. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.